رسائل الكاظمي، صراخ في آذان الكتل. أهلا بكم. رسائل مباشرة وأخرى مبطنة، مرة من خلال الزيارات الميدانية ومرة بواسطة المقالات، وبين هذه وتلك رسائل أقل تأثيرا عبر الكاميرات. الكاظمي قدم اعترافا غير مسبوق بعدم وجود سيادة وطنية كاملة في العراق، وشن هجوما عن السلاح المنفلت وجماعاته، واتهم كتلا سياسية تدعمه في العلن وتضيق الخناق عليه في السر، وقال إنه لا يوجد آذان مصغية، بل لمح إلى تعرضه لتهديد منها لأنه بلا حزب سياسي. كشف أيضا عن تسلمه خزينة شبه خاوية أفرغها لصوص المال العام ومهربو العملة إلى خارج البلاد، لكنه في مكاشفته التي أراد استعراضها أمام الشعب وتأكيد انتمائه له والدفاع عن مصالحه لم يقطع الحبل مع القوى السياسية، ودعاها إلى التعاون معه للتغلب على التحديات قبل الانحدار إلى الفوضى. فهله كما تصفه مجلة فارن بيلوسي الأمريكية لا ثوريا ولا سلطويا، يحاول تنفيذ استراتيجيته القائمة على الإصلاح التدريجي. رسائل كاظمي وتحديات حكومته المنقوصة محور حلقة اليوم من الحق يقال مع ضيوف الأستاذ فادي الشمري القيادي في تيار الحكمة، الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. مرحبا بضيوفي الكرام. خليني أبدأ أولا مع الأستاذ فادي الشمري. حياك الله أستاذ فادي، كل عام وانت بخير. عندك ثقة بالرجل ينجح أستاذ فادي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتداء تحية لك، رمضان كريم أخي الكريم. حياك الفاضل الأستاذ عدنان الطائي، وأيضا أبارك لك هذا البرنامج المهم، وأيضا على هذه الشاشة الجديدة. بالتأكيد يعني هناك تحديات كبيرة وخطيرة تواجه الحكومة القائمة، وطبعا على رأسها الأخ سيد رئيس الوزراء. وهذه التحديات يعني ما ورثها من الحكومة السابقة من قضية التظاهرات وما نتج عنها وانعكاساتها وإفرازاتها، إلى قضية الأزمة الاقتصادية، إلى قضية موضوع الأزمة الصحية وكورونا، وفضلا عن موضوعة الصراع الأمريكي الإيراني. الكثير من هذه الملفات الحساسة والخطيرة التي تواجه هذه الحكومة، وبالنتيجة القوى السياسية، مجلس النواب، الشعب أيضا ينظر إلى هذه الحكومة على أنها حكومة فك أزمة، وبالنتيجة مجلس النواب منح الثقة لهذه الحكومة وحملها المسؤولية، والأخ رئيس الوزراء قبل بتحمل هذه المسؤولية. شخصيا أرى أن الرجل يمضي بخطى واضحة، خطى شفافة، وهو أيضا يعني لديه إرادة باتجاه الحل. اتخذ مجموعة من الإجراءات باعتقادي هي كانت مهمة، يعني باتجاه فكفكة بعض التشنجات التي كانت حاصلة في المشهد العام. أعتقد بأن الرجل سينجح إذا ما تعاضدت القوى السياسية، إذا ما تعاضدت القوى المجتمعية. هو بحاجة إلى فرصة كبيرة لكي يستطيع أن ينفذ المهام التي التزم بها في برنامج السياسي الذي عرضه على مجلس النواب، واعتقد ان النجاح سيكون حليفه اذا ما يعني وضع اليات تنفيذيه قابله للتطبيق وفقا للمناهج والفقرات والبرامج التي ذكرت في هذا البرنامج السياسي. دكتور احسان، توافق الاستاذ فادي الشمري بهذا الراي؟ ممكن ان الرجل ينجح في هذا المنهاج اللي يقدمه؟
شكرا لكم على الاستضافة. تحياتي لك أستاذ عدنان وللأستاذ فادي الشمري ولمشاهدي قناتكم الكرام. نبارك لكم انطلاقة القناة وإن كانت متأخرة، وأيضا شهر رمضان، وإن شاء الله عيد سعيد لجميع العراقيين. لم أستطع يعني تشخيص طبيعة حديث الأستاذ فادي الشمري بسبب الاتصال أو سوء الخدمة يعني، ولذلك أتصور بأن طبيعة السؤال الذي طرحته أستاذ عدنان فيما يرتبط بالسيد الكاظمي هل يمكن أن ينجح في مهمته القادمة، أتصور أن الموضوع لا يرتبط فقط في شخصية السيد الكاظمي، قد يمتلك الرغبة الإرادة في موضوعة أن يوجد اختلافا على مستوى الأداء والسلوك كرئيس وزراء، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق إذا ما لاحظنا طبيعة العقبات التي وضعت أمام حكومات سابقة أو حتى طبيعة تحرك بعض القوى الزعامات السياسية. لذلك أتصور أنه لابد للكاظمي أولا أن يعمل إذا ما أراد النجاح من خلال ثلاثية تكاملية هي أولا السلطة التنفيذية التي يمثلها. أريد أن تنطيني رأيك، هل الرجل شخصيته الآن محل نجاح؟ يعني خلي أدخل إياك في موضوع آخر بصراحة أستاذ إحسان، المتابع يحس أنه السيد الكاظمي يحاول يبرر فشل متوقع بتبرير مسبق، هاي رسائله ومقالاته يريد يقول لنا أنه أني هذا تبريري المسبق لفشل متوقع. لا، هذا أنا يعني في قضية الرسالة أو المقالة التي كتبه السيد الكاظمي، أنا وجهة نظري بأن هذا المقال هو لكي يقول بأن حكومته هي حكومة لوقف الانهيار الذي تسبب به عادل عبد المهدي وإدارته كحكومة للعراق بشكل كامل، هذا أولا. الأمر الآخر، ترتبط يعني أهداف المقال من جانب آخر أيضا بحقيقة مهمة، وهي أن السيد الكاظمي يريد أن يقول بأن حكومته هي حكومة ذات مهام محددة تتمثل بالتهيئة للانتخابات المبكرة ومن ثم تحقيق مطالب المتظاهرين فيما يرتبط بالقتلة، طبعا بالإضافة إلى ملفات ضاغطة يعني حتى لا نبتعد كثيرا، هو قضية الانهيار المالي، أزمة الأزمة الصحية في قضية تفشي وباء كورونا، وأيضا قضية التحفيز الذي ظهر عليه تنظيم داعش. هذه الملفات قد تكون هي أولويات يعني جزء من عملية وقف الانهيار وتحقيق مطالب. أما ما بعد ذلك يعني في قضية أن نرى تغييرا جذريا، الكاظم يريد أن يقول بأن الدولة العراقية منهارة، وهذه حقيقة. هو جيد أن يمضي باتجاه كشف حقائق الأمور، يعني هو قال أن القديمة خاوية وهذا يسجل لا له. احنا كاش في هذا الموضوع ارجوك، هذا يسجل احنا له. نعرف هذا يعني الموضوع، الدولة منهارة، الخزينة خاوية. طيب خليني اسال شيء ارجوك دكتور، خليني خلينا نقسم الوقت بس بشكل اسمح لي استاذ عدنان، بس اسمح لي استاذ عدنان. استاذ عدنان تفضل. من دعم عادل عبد المهدي وقال بانه رجل اقتصادي وهو من سينقذ العراق فعليه ان يقدم اعتذار للشعب العراقي. رجل الاقتصاد دفع بالعراق الى الانهيار، سلم خزينة خاوية، أعاد داعش مرة أخرى. تقصد من بهذا الكلام؟ العراق. تقصد من بهذا الكلام؟ بس لا تحكي لي مثل، بس لا تحكي لي بالبعض مثل السيد الكاظمي. قتل الشعب العراقي، دولة منهارة، سلم العراق، عادل عبد المهدي سلم العراق إلى جهات لم تحترم الدولة العراقية. من الذي دعم؟ من الذي دعم؟ لا يمكن تحميل. خليني أنتقل لأستاذ فادي الشمري. استاذ احسان، انا مشلوع قلبي من قصه البعض، يعني الكاظمي يتحدث بالبعض، تخيل رئيس وزراء العراق يتحدث بالبعض، انا ما اتحدث بالبعض. اعطيني فرصه انتقل لاستاذ فادي. السيد الكاظمي استاذ فادي ختم مقالته يعني انه هذا انا بلا حزب سياسي، ماكو كتله تحميني، هذا هو واقع تحت تهديد؟ من يتحدث بهذه الطريقة واقع تحت تهديد؟
يعني يراد للكاظمي أن يقع أسير المعادلة التي حكمت الحكومة السابقة، حكومة السيد عادل. وتقديري أنه الرسائل التي بعثها الأخ الكاظمي في مقالته أو في بعض ما يتسرب من يعني في من أروقة القرار في داخل الحكومة، هو أراد أن يرسل رسالة واقعية يشرح فيها طبيعة التحديات التي يواجهها على مستوى القرار وعلى مستوى الإرادة، وأيضا طبيعة التحديات التي يواجهها على مستوى المهام الملقاة على هذه الحكومة. يعني يريد أن يقول أنه لا تتوقعوا مني أشياء كثيرة، أنا حكومة أزمة، وحكومة الأزمة عليها مهام محددة، وهذه الحكومة هي حكومة انتقالية تهيئ الأجواء إلى حكومة دائمية ستجري ما بعد الانتخابات المبكرة المزمع إجراءها. الأهم الآن أن يخرج السيد الكاظمي من محاولة يعني اختزال القرار من المعادلة التي كانت تحكم الحكومات السابقة، وألا يكرر أخطاء الحكومة السابقة ورئيس الحكومة السابقة في أن يسلم الأشياء على عوائنها وكما هي، دون أن يكون له رأي، دون أن يكون له موقف، دون أن يكون له إرادة حاكمة في طبيعة هذا القرار. تريد من عنده أن تكون له إرادة حاكمة وأن يكون له موقف، والرجل يقول لك يا أستاذ فادي أنا ما عندي حزب يحميني ولا عندي كتلة؟ طبعا أنا أتفق معه في أنه ليس هناك كتلة واضحة صريحة، يعني هي رشحت الكاظمي وهي من تتبناه. المعروف أنه الكاظمي هو خرج من رحم اتفاق لقوة سياسية بعضها كانت داعمة له باعتباره هو يحقق مقبولية كبيرة، بعض هذه القوى يعني قبلت بالكاظمي على مضض. بالنتيجة واضح أن الرجل لا يمتلك غطاء أو كتلة سياسية، ليس عضوا في كتلة سياسية كما كان مثلا في الحكومات السابقة ما قبل عادل عبد المهدي. يعني إذا رجعنا إلى حكومة سيد العبادي كان وراه كتلة القانون، كان وراه أنتوا صوتوا للسيد الكاظمي أستاذ فادي، تيار الحكمة، كتلة تيار الحكمة صوتت للسيد لا، التيار الحكمة يدافع عن الكاظمي ويدعمه ويسنده، وهناك قوى سياسية أخرى أيضا تعاضد التيار الحكمة وبقية القوى الأخرى. طيب ليش يشعر أنه بدون كتلة؟ غريب أنه رئيس وزراء مصوت عليه ومتجاوز البرلمان يقول ما عندي كتلة وما عندي حزب سياسي، ليش اللي صوت عليك في البرلمان راح يحميك؟ لأنه ليس عضوا في هذه الأحزاب أستاذ عدنان، يعني لأنه ليس عضوا في هذا الحزب، هو ليس عضوا في الحكمة وليس عضوا في القوى الأخرى التي تدعمه. هو اختير لأنه مستقلا، هو اختير لأنه قريب من قوة سياسية تتوافق عليه أو تقبل به، وممكن تنقلب عليه. القليل من القوى السياسية الموجودة على مستوى الساحة هي تؤمن به وتؤمن بنجاحه وتؤمن بقدرته على القيادة. الأغلبية الأخرى الموجودة على الساحة السياسية وعلى الساحة النيابية هي قبلت به، بعضها على مضض وبعضها لأن ليس هناك خيارات وبدائل أخرى. أستاذ فادي، هل هناك مصيدة؟ أراد أن يصارح الناس بشكل صريح. هل هناك مصيدة للكاظمي لعبد المهدي للعبادي؟ أنا تأخرت على أستاذ إحسان، بس خليني أخذ هذه الإجابة من عندك. هناك مصيدة أن تجيبون شخص تقولون له راح نخليك رئيس وزراء، تستجيب أن نستمر وياك، ما تستجيب راح ننقلب ضدك؟ يعني التجارب علمت أستاذ عدنان أن كل الحكومات السابقة ومن يكون في موقع التصدي، خصوصا موقع التصدي الأول على يعني شاكلة رئيس الوزراء، الكثير من القوى التي تدعمه في لحظة التصويت هي تنقلب عليه لاحقا إذا لم تحقق مكاسبها السياسية.
وهذا ما رفضناه نحن في تيار الحكمة، وطلبنا من القوى السياسية التي ستصوت لهذه الحكومة عليها أن تبقى معه إلى نهاية المطاف. يعني لا ينفع أن أعطي مثلا مهلة 100 يوم، لا ينفع أن أعطي مهلة حتى شهر أو شهرين أو 6 أشهر، لأن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية لديها مهام أساسية تتوج في قضية التهيئة. يعني أفهم من كلامك تيار الحكمة ضد المهلة التي منحها السيد مقتدى الصدر للسيد الكاظم؟ لا، ليست ضد المهلة، هي تعتقد أنه ليس من الإنصاف أن هذه الحكومة تمنح مهلة، لأن هذه الحكومة هي مهمتها أن توفر الأجواء لإقامة انتخابات. هي حكومة مهلة يعني. هي حكومة مهلة بعيدا عن تأثير القوى السلاح. إذن هي حكومة مهلة، روح أعطيها مهلة. هي حكومة مهلة أستاذ فادي، هي حكومة مهلة. طيب. ويراد لها أن تنتهي من المهام التي كتبتها في برنامجها، وهي بحاجة إلى معاونة وتعضيد القوى السياسية والقوى المجتمعية لتنفيذ ما طيب. تم الاتفاق خلينا عليه خلينا في الاتفاق السياسي. خلينا عند كلام السيد الكاظم، ولدت فيه هذه الحكومة. خلينا عند كلام السيد الكاظم، خلينا نحاول نفسر شنو الرجل يريد يقوله. يعني أستاذ إحسان الشمري يقول أكو كتل تدعمني في العلن وتضيق علي الخناق في السر. هذا كلام خطير اكتشفه السيد الكاظمي خلال أسبوعين أستاذ إحسان. هذا كلام دقيق يعني وليس خطير، خصوصا إذا ما نظرنا إلى أن سلوك القوى السياسية هو ذاته لم يتغير. إذن الكاظمي يواجه ذات النهج، يعني هي أن هناك دولة ظل تحاول أن توقف حتى مهام المرحلة الانتقالية أو مهام حكومته المؤقتة. بالتالي ليس غريبا يعني حتى على أن السيد الكاظمي هو أيضا ليس بعيدا عن الأجواء السياسية، رغم أنه كان محسوبا على الدولة أكثر ما كان محسوبا على القوى السياسية. لكن المشخص بهذا المقال أو الحديث يعني ما بعد انتفاضة أو ثورة تشرين، أن هذه القوى السياسية إلى حد هذه اللحظة لم تستوعب بأن هناك مزاج وأن هناك رأي عام شعبي بالضد من هذا النهج التي أيضا لا تزال متمسكة به. هذا أولا. الأمر الآخر فيما يبدو يعني بأن هذه القوى السياسية لا تريد الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، هذا قسم من هذه القوى السياسية، وبالتالي تتصارع يعني إلى حد هذه اللحظة تتصارع على مواقع هنا لا يعني قد يكون المتبقي من الحقائب الوزارية ما دون ذلك، خصوصا وأن موضوع مراجعة القرارات التي اتخذها عادل عبد المهدي يعني بيع الدرجات الخاصة وتقاسمها، يعني هذه ضرورة مهمة وأساسية لابد أن يمضي بها السيد الكاظمي. لذلك هذه القوى السياسية تنظر إلى إعادة هذه الهيكلة على أن مرة ممكن أخرى ممكن يمضي بها دكتور إحسان أو احتكار جديد للدولة ممكن، لأن هو الرجل أعلن أنه آني استلمت خزينة خاوية بسبب الفساد، بسبب تهريب العملة إلى الخارج. طيب هذا إقرار، هذا إقرار خطير. طيب ممكن راح نشهد فتح ملفات فساد؟ أنا أتصور يعني قضية فتح ملفات الفساد أيضا هي ضاغطة، لكن أتصور بأن وهو جزء من أيضا أولويات والبرنامج المنهاج الوزاري للسيد الكاظمي، لكن أتصور بأن محاربة الفساد هي بحاجة إلى وقت طويل وإجراءات ومنظومات متكاملة. يعني لا يمكن للكاظمي الذي لا يمتلك ثقلا أو أغلبية داعمة كمنتظم سياسي أن يمضي بمحاربة رؤوس فساد كبيرة جدا أو حتى منظومات فساد متكاملة تتواجد في الداخل ولديها أذرع وامتدادات إلى الخارج. لكن إذا ما مضى باتجاه نقل هذه الملفات الموجودة في هيئة النزهة وإحالتها إلى القضاء العراقي، فبتصوري أنه سيسجل خطوة إلى الأمام في مكافحة الفساد. خليني أسأل أستاذ فادي، يعني كلام الكاظمي
لا توجد آذان صاغية لدى البعض اللي تفضل لحد الآن مصالحها الخاصة على المصالح الوطنية. هذا رئيس الوزراء يتحدث بهذا الشكل أستاذ فادي. طيب هذا التعميم لربما تيار الحكمة أنتم مشمولين به، هذا اتهام لكم أيضا. يعني لا أعتقد أن الحكمة مشمولة بهذا الكلام. الحكمة واضحة ومنذ اليوم الأول هي أعلنت الدعم والأسناد لأي قرار يتخذه رئيس الوزراء وحكومته، وبالفعل يعني لم نقف ضد أي إجراء، لم نقف ضد أي قرار، ضد أي رغبة. بالعكس عبرنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء وفي أكثر من بيان على دعمنا للإجراءات التي حصلت أو التي يراد لها أن تحصل. الكاظم الآن يواجه مشكلة في قضية استكمال حكومته، وهذه المشكلة لعلها تتعقد أكثر فأكثر في قضية بعض الوزارات وخصوصا الوزارات الشيعية. يعني بكل شفافية أتحدث، الأسماء التي تعرض على الأخوة في الفتح وسائرون تقابل بالرفض لحد الآن، خصوصا وزارات النفط، وزارات الزراعة، وزارات كذلك أيضا وزارة المهجرين. أستاذ فادي بس آسف للمقاطعة قبل لا أدخل بهذا الموضوع، هذا موضوع جدا مهم، بس سؤال، أنتم مسلمين لحيتكم للكاظمي بحيث أنتم ما تعترضون على قراراته؟ هذا واحد. ثانيا قصة الفتح وسائرون ما زالت هذه الثنائية قائمة؟ تفضل. طبعا فتح وسائرون لا زالت هذه الثنائية القائمة، ولذلك أنا قلت في بداية الحديث أنه على الأخ الكاظمي أن يكون له حاكمية القرار وأن لا يقع أسير المعادلة السابقة التي أفشلت عادل عبد المهدي وأفشلت حكومته، وبالنتيجة يعني حصل الضياع الذي حصل. الأسماء بالنتيجة هي كلها، حتى هذه الأسماء التي تم التصويت عليها هي كلها عرضت على الأخوة في سائرون، ما كان يتفاهم عليه أو يتفق عليه يمضي، والأسماء التي لم يتم التفاهم عليها أو قبولها كانت تتغير، وبعضها بين سائرون والفتح لم تمضي في تصويت مجلس النواب. نعم، والاجتماعات لا زالت قائمة. بالنسبة لنا في الحكمة وكذلك حسب علمي أيضا الأخوة في النصر وبعض القوى السياسية الأخرى لم تتدخل في هذا الشأن، وهي خولت منذ اليوم الأول رئيس الوزراء في اختيار من يراه مناسبا، وقلنا له سنحترم قرارك وسنصوت لقرارك حتى لو كانت بعض الأسماء تخالف يعني منهجنا ولدينا معها خصومة سياسية أو سنصوت لها إذا كان هذا الموضوع اختيارك الشخصي. وبالفعل هذا ما حصل. احنا لدينا ملاحظات على بعض الوزارات، ولكن بما أن السيد الكاظمي هو تعهد بأنه هذه الأسماء ستحقق يعني تقدما أو على الأقل ستوقف النزيف الذي حصل، احترمنا هذه الإرادة واحترمنا هذا القرار وصوتنا. أستاذ فادي أنت ترسم لسيناريو قريب من سيناريو حكومة عادل عبد المهدي، ولا في عرض أسماء ولن نتدخل في هذا الملف مطلقا. أنت ترسم لي سيناريو قريب من سيناريو حكومة عادل عبد المهدي. نعم السيناريو قريب، لكن أنا تقديري أنه طريقة إدارة الأخ الكاظمي وطبيعة شخصيته هو لا يقبل كثيرا في أن يكون أسير معادلة، هو يحاول أن يخرج من إطار هذه المعادلة التي يراد لها أن تحكمه ويراد أن تتحكم بمفاصل المشهد بشكل عام حتى لو كان في الخفاء. طبعا هو يريد أن يخرج من هذا التقييد السياسي على أن لا يخرج من هذا القيد السياسي بمشكلة، يعني هو لا يريد الصدام. حكومته حكومة إيقاف أزمات وإيقاف نزيف، وحكومته يراد لها أن تهيئ الأجواء إلى انتخابات عادلة بعيدة عن تأثير السياسي وتأثير النفوذ السياسي وتأثير قوى السلاح. جميل. هو يريد أن يتفاهم مع الجميع
وفق هذه المعادلة، وفق المسطرة التي وضعها للقوى السياسية، وأيضا عرضها بشكل واضح وصريح مع القوى المجتمعية، وبالنتيجة صوت على أثر هذا التفاهم وعلى هذا الاتفاق. جميل. استاذ فادي، مرتين ذكرت لي أن حكومة السيد الكاظمي يجب أن لا تؤثر، حكومة إيقاف تدهور، حتى الدكتور إحسان الشمري وافقكم على هذا الكلام. طيب دكتور إحسان، خلينا ننتقل دكتور إحسان، يعني إيقاف نزيف، حكومة سيد الكاظمي إيقاف نزيف، هذا ما يقول السيد. طيب راح أموت، وقف نزيفي، بس الشعب العراقي ما يحتمل. إحنا محتاجين الآن حكومة توقف نزيف. أكو كوارث بالبلد يا دكتور إحسان. دكتور إحسان تسمعني؟ طيب ارجع الاستاذ فادي، المشاكل اللي ذكرها السيد الكاظمي، انه اوكي ترك الباب مفتوح مع الكتل، مع كل اللي ذكرته استاذ فادي الشمري، ترك الباب مفتوح، لم يقطع حبل الوصل مع الكتل السياسيه. زين، هو امل، هو حسن تدبير من مفاوض ماهر مثل الاستاذ الكاظمي؟ استاذ فادي، يعني بالنتيجة لا شك أن الكاظمي هو يعني ليس حديثا وجوده على المشهد، هو رئيس جهاز مخابرات، هو أيضا يعني صحفي وإعلامي سابق، هو يمتلك مؤهلات كثيرة تؤهله لخلق معادلة لطبيعة التفاوض والمفاوض مع القوى السياسية التي تتداول معه. كما أسلفت، الكاظمي تفضل استاذ فادي، اسمعك انا، تفضل. نعم، الكاظمي يعني كما اسلف لا يريد ان يخلق مشكله جديده، هو يعتقد انه البلد مثقل بالمشاكل، مثقل بالهموم. هو الان يعمل على قضايا استراتيجيه، بعض القضايا التفصيليه لا يريد لها ان تكون هي عازل او مشكله تضاف الى بقيه المشاكل. بالنتيجة هناك القضايا الاستراتيجية يريد أن يعمل عليها بهدوء، يريد أن ينظف وينظم آليات الساحة، هم مبنية على حسن الظن، مبنية على الثقة التي قد تتولد يوما بعد يوم. وطبعا هذا يحتاج إلى تعاضد. نحن في الحكمة نحث شركائنا، نحث أخواننا في بقية القوى السياسية، في الفتح، في سائرون، في النصر، في تحالف القوى، في الأحزاب الكردية الكريمة. نعتقد بأن هذه فرصة لهذه القوى أيضا في أن تعيد حساباتها، في أن تعيد طبيعة إجراءاتها وآلياتها في التعامل مع الملفات الحكومية، وهي فرصة أيضا في أن تهيئ نفسها إلى الانتخابات القادمة، وأن تفسح المجال للطاقات الجديدة والشابة في أن تدخل وأن تكون هي منهجا جديدا لهذه الأحزاب بعد 17 سنة من التداعيات والانهيارات التي حصلت في المنظومة السياسية. طيب، وفي القوى السياسية. خليني أسأل أستاذ، أنا أعتقد أنه هذه فرصة للجميع، فرصة للحكومة، فرصة للكاظمي في أن يثبت نفسه، وأيضا فرصة للقوى السياسية في أن تعيد وين أكو فرصة وتنظيماته واستراتيجياته. إحنا نتحدث عن الكاظمي الآن، وين أكو فرصة للكاظمي وهو يتحدث بهذه الطريقة؟ يتحدث بطريقة أنه أني لا تنتظرون من عندي أشياء كبيرة، يبرر أنه المشاكل كبيرة، التحديات، الخزينة خاوية، ماكو أحد يحميني، دا يبرر لنا أشياء. وين أكو فرصة؟ خلينا أسأل أستاذ إحسان الشمري، هو أيضا يعترف بأنه السيادة منقوصة، أول رئيس وزراء يعترف بشكل رسمي السيادة منتهكة ومنقوصة. دكتور إحسان، تعليقك على هذا الكلام. يعني هو يحاول أن يكون واقعيا ولامس إلى حد كبير طبيعة الواقع السياسي وطبيعة ما يستشعر به المواطن والشعب العراقي. يعني طبيعة المقال كشفت بأن الكاظمي يريد أن يكون أقرب إلى الشعب، إلى الحركة الاحتجاجية، منه إلى الأحزاب والقوى السياسية.
بذلك يعني الحديث عن السيادة هو نعم لم يشخص، لكن هو ينظر إلى طبيعة الصراع على مستوى الأرض العراقية ما بين واشنطن وطهران، طبيعة الخلافات، طبيعة الاستهدافات، تحول العراق إلى أرض احتكاك، أيضا قضية تمدد القرار الخارجي على مستوى القرار العراقي السيادي في زمن حكومة عادل عبد المهدي أنقصت الكثير من السيادة العراقية. لذلك وحتى موضوعة انجذاب العراق وابتعاده عن مساحة التوازن في علاقاته أضر كثيرا بصورته الخارجية وأيضا أنقص من سيادته، بالإضافة إلى قضية الفصائل المسلحة وطبيعة يعني توجهاتها، هذا جميعا يدخل في إطار السيادة العراقية. ولذلك هو يوجه، نعم هي الرسالة إلى رسالة يمكن أن نصفها بالواقعية السياسية، يوجهها إلى الشعب الحركة الاحتجاجية، لكن في نفس الوقت هو يحاول أن يدق جرس الإنذار أو حتى رسالة شديدة الصلابة إلى هذه القوى السياسية، ويحاول أن يوجه صدمة لهذه القوى السياسية بأن الوضع يعني لا يمكن تلافيه إذا لم نمضي باتجاه التكاتف وبالتالي كسب ثقة الشارع العراقي وعودة السيادة العراقية. لذلك هو جزء من عمليات الاعتراف، هو يقدم اعترافات مهمة وبالتالي يحاول أن ينأى بنفسه. يعني إذا ما كانت هذه القوى السياسية مرة أخرى حاولت الانتقاص من القرار السيادي، أيضا حاولت جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات أو مجال حيوي لقوى إقليمية دولية، وحتى طيب خلينا نقارن من ذلك التدخل في بعض الشؤون الحكومة. خلينا نقارن شيء، وأنت كنت قريبا من السيد العبادي، اللي أكثر المقربين منه يقولون السيد العبادي غادر رئاسة الوزراء وترك 19 مليار دولار. السيد الكاظم يقول الآن استلمت رئاسة الوزراء وماكو أي مبلغ فيها، الخزينة خاوية. شلون تقارن بين الحكومتين؟ ظروفهم، أجواء الكتل السياسية، شلون تقارن؟ يعني صحيح، لكن أنا أيضا عملت يعني كجزء من مهامي الوظيفية أيضا في حكومة عادل عبد المهدي، لكن كانت هناك تقاطعات شديدة ما بيني وما بين النهج الذي مضى عليه عادل عبد المهدي إلى حين يعني ثورة أكتوبر، كان الحد الفاصل في التعامل مع هذه الحكومة، واعتبرتها حكومة قتلت الشعب العراقي، ولذلك انسحبت بشكل كامل من هذه الحكومة. أعود إلى ما طرحته يعني حتى أوضح الحقائق أستاذ عدنان الطائي، يعني أعود إلى ما طرحته، لحظة حزيران أو لحظة حكومة دكتور حيدر العبادي هي تتشابه مع لحظة السيد الكاظمي، يعني برغم الاختلاف لكن قد تكون أشد أبان حكومة الدكتور حيدر العبادي، خصوصا وأن داعش كان على أبواب العاصمة بغداد وأيضا انهيار مالي كبير. هي سياسات خاطئة، سياسات خاطئة هي من أنتجت هذه اللحظات، لحظات الفوضى والعبث، وإلا كيف يمكن لعادل عبد المهدي الذي صور على أنه المنقذ للعراق من قبل داعميه وأنه سيختلف، أو على أقل تقدير نحن كنا نؤمن بأن عادل عبد المهدي يجب أن يدعم في البداية لمراكمة النجاح التي تركها الدكتور حيدر العبادي، وإلا في لحظات ما بعد 6 أشهر النهج يتغير والدولة تتحول ويعمل على تمكين قوى اللا كلامك دولة. يا دكتور وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير، بس كلامك الآن أمام الناس أنه أنت عملت جزء مع حكومة السيد عادل عبد المهدي، حملك مسؤولية، تقول لنا شلون وصلت إلى قناعة أنه هذه حكومة قتلة. بس خليني أنتقل بسؤال وأرجع لك، خليني أنتقل بسؤال الأستاذ فادي الشمري، أسئلة عن تيار الحكمة، إلى متى تيار الحكمة يبقى بهذه الضبابية؟ أنتم متهمون بحكومة السيد العبادي، متهمون بحكومة عادل عبد المهدي، متهمون أيضا بحكومة الكاظمي، متهمون لكم مناصب، لكم وزارات، لكم صفقات،
ليش هذه الضبابية في موقفكم أستاذ فادي؟ شكرا أستاذ عدنان، هذا سؤال مهم. يعني واضح طبعا احنا في زمن السيد العبادي، نحن والأخوة في التيار الصدري كتلة الأحرار في حينها كنا الداعمين الأساسيين لحكومة العبادي، وكنا نعتقد أنه هذه الحكومة طبعا هي التي هي تشبه ظروفها ظروف حكومة الكاظم الآن، هي تواجه تنظيم إرهابي عالمي وهي بحاجة إلى دعامات سياسية تقيها من الانحرافات أو الضربات السياسية التي تواجهها من على المستوى السياسي الشيعي، على المستوى السياسي السني، وعلى المستوى السياسي الكردي. وكان واضحا دعمنا لحكومة العبادي. في حكومة عادل عبد المهدي أعتقد واضح أعلن المعارضة بشكل يعني شفاف، ومارسنا هذه السياسة ومارسنا هذا الأسلوب وخرجنا على برامجك وبرامج الآخرين وتحدثنا بكل لياقاتنا ومارسنا هذا المفهوم، وكنا نريد أن نؤسس إلى يعني قواعد لهذا المفهوم، ولكن طبعا طبيعة الظروف أحداث تشرين التي حصلت لعل هذا الموضوع لم يعني يكتمل بالشكل الذي كنا نخطط له. الآن في حكومة الكاظمي أيضا نعلنها بشكل واضح وصريح، ليس لدينا لا وزارات ولا نعتقد بأن من المتاح ومن الأفضل للقوى السياسية أن تشترك في طبيعة هذه الوزارات. نعم نحن نريد القرار أن يكون لدينا شراكة في القرار السياسي، لأن القرار السياسي للبلد هو لا يحدده شخص، لا يحدده رئيس الوزراء، ولا تحدده أيضا هذه الحكومة، تحدده المنظومة السياسية التي الحاكمة. القرار السياسي ليس بالضرورة أن يكون لديك وزير في هذه الحكومة لكي تكون مشاركا في هذا القرار. أنت اليوم الحكمة جهة داعمة، جهة ساندة، وهي توفر أيضا مع شركائها الآخرين وتعمل مع شركائها الآخرين على توفير دعامات سياسية تقي هذه الحكومة من الاهتزازات السياسية التي قد تواجهها، ليس لديكم والتي نعتقد أنه هي ستواجهها أي وزير في هذه الحكومة يعني في أستاذ فادي؟ السابق الأشهر القادمة. شلون؟ عفوا، ليس لديكم أي وزير في هذه الحكومة؟ ابدا، لا في هذه الحكومه ولا التي ولا في حكومه ما تفاوضون على الوزارات يعني وزاره النفط يعني ماذا تفاوضون عليها الان؟ نعم، هذا وزاره النفط استاذ عدنان، يعني واضح قبل اصلا منح ثقه للحكومه عملت الجيوش الالكترونيه في ان تتهم الحكمه وتتهم النصر واتهمت بعض القوى السياسيه الاخرى في انها تمارس دورا في الخفاء من اجل ترشيح اسماء. واعتقد طبعا تحدثنا ايضا في هذا الموضوع في عده لقاءات تلفزيونيه، قلنا بانه هذه الجيوش التي تحرك وتتهم القوى السياسيه هي تابعه لقوى سياسيه راغبه في ان يكون لديها وزارات، وهي تريد ان يكون لديها وزارات، فكيف تحصل على الوزارات اذا لم تعمم هذه القضيه؟ الان موضوعة وزاره النفط ووزاره الزراعه والوزارات الاخرى، نحن لا نعلم من هي الاسماء ولا نعلم، وطبعا لم نرشح اسماء ولم نشترك في حتى في 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 نقاش الاسماء، النائب عدل البديري عن تياركم تماما النائب عدل البديري بشكل كامل عن تياركم استاذ فادي. النائب عدل البديري تحدث عن وجود ضغوط سياسيه لارجاع الكاظمي للمحاصصه، ظهر عنده اسماء، شلون تقول اني ما عندي اسماء؟ لا طبعا اكو ضغوط سياسيه لارجاع الكاظمي في الوزارات المتبقيه في ان يوزعها على قوى سياسيه، وهذا الذي رفضناه ورفضه من هي القوى النصر ورفضته قوى سياسيه اللي الان تضغط على السيد الكاظمي. يعني واضح الاستاذ عدنان، انا ذكرت في بدايه الحديث ان هناك وسائرون. معادله كانت تحكم عادل عبد المهدي هي تريد ان تعيد وترجع الثنائيه اللي تحدثنا بها بدايه الحوار في خيارات عادل في خيارات مصطفى الكاظمي، الثنائيه اللي تحدثنا بها، خلينا نقول الثنائيه
هي نفس الشيء يعني الآن السيد الكاظمي هو يطرح عليهم الأسماء. جميل. هاي الأسماء أما ترفض أو تقبل. لحد الآن الأسماء التي طرحت حسب علمي طبعا. نعم. حسب علمي أن الأسماء التي عرضها الأخ الكاظمي على الأخوة في الفتح وسائرون لهذه الوزارات الشيعية طبعا. أي. تم رفضهم. وطبعا هذا ايضا نتيجه اختلاف في المزاجات ما بين الاخوه في الفتح وسائرون. اذا احنا رجعنا الى مربع عادل عبد المهدي فتح سائرون. طيب خليني ارجع للاستاذ الدكتور احسان، وهو انطانا شيء قال انا عملت فتره في ظل حكومه السيد عادل عبد المهدي واكتشفت هذه حكومه قتله وانسحبت. كيف اكتشفت انها حكومه قتله؟ دكتور احسان تفضل. لا هو مو أستاذ عدنان، أنا كنت متقاطع معهم لأن حدث قتل يعني للمتظاهرين. طبعا منذ حزيران عام 2019 بدأت الخلافات يعني حول النهج، يعني النهج الذي تمضي به حكومة عادل عبد المهدي، لكن قطعت الصلة ما بعد يعني سقوط أول قتيل يعني في من خلال الحركة الاحتجاجية، ولذلك لا يمكن القبول بحكومة يعني يقتل أبنائها بالآلاف ويجرح يعني ويتم كان القاتل طرف ثالث. لم يكن هناك علم لحكومة عادل عبد المهدي. إذن هي حكومة لا تمتلك القدرة على إدارة البلد، وبالتالي هي غير مؤهلة لهذه الإدارة. وللمعلومة سعد عدنان، للمعلومة عادل عبد المهدي لم يستقل يعني برغبته الشخصية، ولكن دفع المرجعية هو الذي يعني دفع عادل عبد المهدي بأن يقدم استقالته، يعني إلى حد الجمعة التي طالبت به المرجعية يعني كان غير مقتنع بالاستقالة أبدا، ومن ثم لو سقط الآلاف يعني شهداء من هذه الثورة، ثورة تشرين أكتوبر، لما استقال عادل عبد المهدي عن رئاسة الوزراء. وبالتالي الشباب ينقتلون كل يوم، من اللي كان يدعم عبد المهدي بحيث ما كان يفكر بالاستقالة؟ أنا أتصور قوى السلطة، قوى معادلة السلطة هي التي كانت ساندة لعبد المهدي. وضح لي أكثر دكتور أرجوك. ولذلك هو لم يكن يفكر بالاستقالة. لم يكن يفكر الثنائية. بالاستقالة. نرجع للثنائية. أستاذ عدنان لم نتحدث بالثنائية؟ أنا ما أتحدث عن ثنائية، قوى السلطة لا قوى السلطة تشمل كثير من الأطراف، يعني لا يمكن حصرها بأطراف سياسية محددة، قوى السلطة عميقة جدا يعني. وأكتفي بهذا الموضوع. طيب ما يعني احنا اخذنا هواية ثنائية، ما اريد نحمل الموضوع اكثر من طاقته، رغم انه انت عندك معلومات بسبب قربك من مكتب السيد عادل عبد المهدي في فترة ما. بس خليني أسأل استاذ فادي الشمري. استاذ فادي ارجع الى نقطة جدا مهمة، انه السيد الكاظمي مثل ما ذكر دكتور احسان الشمري هو يريد يكون قريب من المتظاهرين. طيب مو اكو كتل سياسيه هي اللي دخلتك للحكومه، انت تحس بهذا الشيء انه السيد الكاظمي يريد يكون قريب من المتظاهرين على الرغم المتظاهرين رافضين لحد الان؟ تفضل. يعني واضح انه الاخ الكاظمي هو يريد ان يوازن الكفه ما بين المطالب والمطلبيات السياسيه وايضا ما بين ساحات الاحتجاج والمتظاهرين والاصوات التي بالنتيجه خرجت وقالت كلمتها في الاشهر السابقه، وهي عبرت ايضا بشكل او باخر عن مطلبيات حقه، عن مجموعه من المفاهيم الاصلاحيه التي باعتقادي ايضا ضمنها الاخ الكاظمي في برنامجه. هذا التوازن مهم، وهذا التوازن مطلوب، وهذا التوازن على الاطراف جميعا ان تفهمه ايضا. القوة السياسية عليها أن تفهم أنها لم تعد هي المتحكم الوحيد في الساحة السياسية،
وأيضا على المتظاهرين وساحات الاحتجاج أن تفهم أيضا أن الكاظمي هو ليس سوبرمان، يعني ليس هو الشخص الذي يضغط على الزر فتمحى قوة سياسية وتأتي أخرى. عليهم أن على الأطراف كلها أن تفهم أن هناك معادلات ومنظومة سياسية تحكم هذا البلد. هذه المنظومة السياسية فيها خلل وفيها ثغرات كبيرة هي بحاجة إلى إصلاح. الإصلاح يجب أن يمر وفق القنوات الدستورية وفق القنوات القانونية. كذلك أنا يعني الأصوات التي تعارض حكومة الكاظمي من سوح الاحتجاج هي ضعيفة وقليلة، يعني لحد الآن لم نشهد أن هناك رفضا حقيقيا وواسعا موجود. تقديراتنا من خلال مجلساتنا ومن خلال أيضا قربنا من بعض سوح الناشطين وسوح الاحتجاج هي تريد أن تعطي فرصة للكاظمي لتنفيذ برنامجه ولتنفيذ تعهداته. طيب. القوى السياسية في المقابل أيضا خصوصا تلك القوى اللا دولة، قوى السلاح، القوى التي تعتاش على النفوذ، هذه القوى أيضا لا تريد أن تفتح سؤال المجال سؤال سريع كثيرا للكاظمي لكي ينجح. سؤال سريع قبل من الذي قبل السؤال أكو نقطة أيضا مهمة واستراتيجية أستاذ عدنان. فضل. الكاظمي هو أول رئيس وزراء خارج من 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 منظومة تختلف عن منظومة القوى الإسلامية السياسية التي كانت. هذه النقطة أيضا هي تسبب حساسية نوعا ما للقوى السياسية التي كانت تحكم المعادلة في 17 سنة السابقة. بعضها أصلا لا يريد لها أن تنجح أو تتلمع صورتها، وبالنتيجة عندما يراد لهذه الحكومة أن يعمل لها مقارنات تميل الكفة إلى هذا الطرف على حساب ذاك. طيب. هذه النقطة أيضا يجب أن تكون حاضرة في حساباتنا السياسية. جميل. وفي رؤيتنا إلى الرجل وإلى حكومته. الكاظمي يمثل الحالة المدنية، يمثل الحالة نوعا ما اليسار العلماني، لذلك هذه نقطة أساسية هي تثير أيضا حفيظة بعض قوى الإسلام السياسي. أنا تقديري على الكاظمي أن يتمسك أكثر بقوى الاعتدال، بقوى التي تؤمن بالدولة، في أن يعيد تنظيم علاقاته مع القوى التي لا تؤمن بهذا. بس خلينا نختصر الوقت أستاذ فادي، الفكرة وصلتني آسف للمقاطعة، بس خليني أسألك سؤال أرجوك. تفضل. تتخيل أنه السيد الكاظمي قادر على تسجيل إنجاز عراقي أول بإبعاد التأثيرات الدولية الأمريكية والإيرانية؟ أن يكون العراق لاعب إقليمي مو ملعب إقليمي. يعني من الصعب أستاذ عدنان، من الصعب جدا أن يستطيع، يعني تقدير الوقت سوف لن يصعب في الكاظمي في أن يحول العراق إلى لاعب إقليمي رئيسي. لكن واحدة من المهام الرئيسية للكاظمي وتقديري هو بدأ في العمل على هذا المنحى في أن يجنب العراق إفرازات الصدام أو الصراع الأمريكي الإيراني، والذي إذا أريد له أن يجري وأن يتفعل فلن يجد ساحة غير العراق لتصفية الحسابات بينهما. حسب معلوماتي وأيضا تحليلي أن هناك تجاوبا إيرانيا كبيرا واختلاف في طبيعة استراتيجية العمل مع العراق، ولعله في بعض المفاصل هناك متغيرات مهمة هي لصالح العراق وبالتأكيد أيضا ستكون لصالح إيران. أن يكون التفاهم دولة مع دولة وليس ملف مع ملف، هذا تقديري واحدة من القضايا التي سيتحرك عليها الكاظمي في تنظيم أطول العلاقة ما بين العراق وما بين الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران هي قدر في أن تكون هي شريك للعراق أو قريب للعراق أو جيران للعراق، وبيننا وبينها يعني أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود. نحن بحاجة إلى تنظيم علاقاتنا مع بعضنا البعض. هناك علاقة مذهبية، هناك علاقة حياتية، هناك علاقات دينية، هناك الكثير من العلاقات التي تربطنا إحنا وإيران. نحن وأيضا أمامنا فرص كثيرة لم تستثمرها لا إيران ولا العراق في الفترة السابقة. علينا أن نضع استراتيجية التعامل ما بين
بيننا وبين إيران لكي يفيد العراق ويفيد إيران أيضا في نفس الوقت. عراق مستقر معافى هو لصالح إيران ولصالح المنطقة. ماذا يقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب؟ أستاذ فادي، ماذا يقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب؟ خلينا نسأل أستاذ إحسان الشمري، يقول التوافق الشيعي حول حكومة سيد الكاظمي كان صعبا جدا، معقد جدا، ظهر التوافق الشيعي على تمرير باقي الوزارات أيضا ما زال صعب جدا ومعقد جدا. دكتور إحسان، أنا أعطيك معلومة أستاذ عدنان، يعني حتى ما قبل انعقاد جلسة منح الثقة للسيد الكاظمي كان هناك محاولة من قبل بعض القوى السياسية الشيعية لإفشال عملية التصويت، يعني أن تمنح الثقة للنصاب الكامل بما يؤهل الحكومة يعني دستوريا ويمنحها الثقة. كان هناك يعني جزء من ما يمكن نسميه خطة للتصويت على 12 وزارة بالتحديد، وبالتالي إفشال مهمة السيد الكاظمي في الذهاب نحو حكومة جديدة. بعد ذلك يعني قضية الوزارات، أنا أتصور بأنها نعم ستدخل في باب التدافع الشيعي، خصوصا وأن بعض القوى الشيعية يعني قد تكون قوى مثل النصر، الحكمة، وأيضا سائرون إلى حد كبير ابتعد عن قضية الحقائب الوزارية، لكن لا تزال قوى سياسية أخرى تحاول أن تثبت عرف المحاصصة، ومن ثم سيواجه السيد الكاظمي ذات الأزمة يعني في قضية أولا خلاف داخل البيوتات سواء كانت الشيعية أو حتى السنية. خليني أسأل شيء الأستاذ فادي الشمري، يعني النائب عن تيار الحكمة السيد حسن فدعم يطالب القوى الكردية بعدم ترشيح وزير كان موجود في حكومة السيد عادل عبد المنعم، وإشارة إلى السيد فؤاد حسين. هذه أول مرة تيار الحكمة يتخذ موقف هالشكل معارض إلى الكرد. أستاذ فادي، إيش عجب؟ لا، هو ليس موقفا يعني معارضا، احنا اتفاق التفاهم السياسي الذي حصل في تشكيل هذه الحكومة في أن لا يعاد توزير أي وزير من الحكومة السابقة، وهذه المسطرة يجب أن تمضي على الجميع، مثل ما مضت على القوى السياسية الشيعية وعلى القوى السياسية السنية، يجب أن تمضي أيضا على القوى السياسية الكردية، فضلا عن أن هناك تحفظا واضحا، يعني تحفظا نيابيا واضحا على ترشيح الأخ فؤاد حسين. نحن ليس يعني لدينا مشكلة شخصية مع الأخ فؤاد حسين، لكن تقديراتنا ومجلساتنا في داخل مجلس النواب تقول أن هناك مشكلة في تمرير الرجل. طيب، هذا نحن نريد للعلاقة ما بين بغداد وكردستان وما بين بغداد وأربيل في أن تعاد وتنظم وتنصهر جميع الخلافات، ويعني يعاد برمجة طبيعة هذه العلاقة. لا نتوقف على الشخوص لكي نخلق مشكلة جديدة وبالنتيجة قد يعني يدخلنا في دهاليز نحن في غنى عنها. هناك كثير من الشخصيات الكردية، نعم هناك احترام للحق السياسي الكردي. الكردي يقول أنا حكومة، أنا إقليم، وحكومة الإقليم هي التي ترشح شخصياتها. طبعا ثم لاحقا يعني للإنصاف والتاريخ والحقيقة، القوى السياسية الكردية هي خولت رئيس الوزراء. نعم هو ذهب وأتى بشخصيات مقبولة في كردستان، وهذا جيد، هذا ليس شيئا يعني معيبا، لكن هي في نفس الوقت أيضا هي تقول أريد تمثيلا سياسيا، أريد أن يكون لي ممثلا سياسيا في داخل مجلس الوزراء. نحن وبعض الشركاء القوى السياسية الفاعلة نحاول أن نقنع كردستان أنه يا أخواننا الآن هذه الحكومة حكومة انتقالية، هي بس هم ما زالوا مصرين على السيد فؤاد حسين. ما زالوا مصرين؟ أنا تقديري أنه رفع هذا الإصرار، يعني حسب معلوماتي طبعا رفع. يعني ليس بشكل نهائي. لديك معلومات أستاذ فادي عن مرشحي وزارة النفط؟ يناور في خياراته. عندي 50 اسم مرشح في وزارة، عندك معلومات من الأقرب لوزارة النفط؟ أنا معلوماتي أنه هناك 5 أسماء رفعت إلى الأخ رئيس وزراء،
لكن يظهر حسب ما سمعت أنه في عرضها على الأخوة في فتح وسائرون تم رفضهم. خمسة تم رفضهم. هسه سيذهب باتجاه يعني يوم أمس حسب ما فهمت أنه من الأروقة. أقصد خمستهم رفضوهم الفتح وسائرون. نعم حسب معلوماتي أنه تم الرفض والآن الذهاب باتجاه أسماء جديدة. طيب أستاذ فادي، دائما ما يتحدث السيد الكاظمي عن السلاح المنفلت، حصر السلاح بيد الدولة، تتخيل عنده خيارات أنه ممكن يحصر السلاح بدون التوجه إلى استخدام القوة مع فصائل مسلحة؟ والله من يعني أنا تقديري هذا الملف ملف حساس وملف متشعب، ملف معقد. الذهاب باتجاه التصادم المباشر هو ليس لا بصالح الكاظمي ولا بصالح الدولة ولا بصالح أجهزته. لا نريد مشاكل كثيرة، لكن أسمع من هذه القوى أن هناك تفهما جديدا أو مفهوما جديدا لديها في طبيعة تعاملها وانصهارها بالدولة. والكثير من القوى التي تملك أجنحة مسلحة، ميليشيات، قوى سلاح خارج إطار الدولة، هي مستعدة في أن شنو يعني تنصح السيد الكاظم أستاذ فادي لإعادة تنظيم علاقتها مع ذلك؟ شلون العفو؟ أقول نصيحتك للسيد الكاظم في هذا الملف، اتركه لا تقترب من عنده. لا بالعكس، أنا نصيحتي في أن ينفذ القانون. يعني عندنا مشاكل في هيئة الحشد الشعبي، عليه أن يذهب باتجاه تنفيذ القانون المقر من قبل مجلس النواب، إعادة هيكلة والتوصيفات الموجودة في داخل هيئة الحشد. يجب أن يذهب باتجاه تنفيذ القانون الذي أقر. طيب. ومعلوماتي أن القوى الحشد أيضا هي مستعدة للتعامل مع هذا. هذه أنا مسألة مع قبل من تيار الحكمة في قبالها أيضا الدعوة لهيكلة الحشد الشعبي، هاي أول مرة أسمعها من عندك أستاذ فادي. خليني أسأل دكتور إحسان، ما باقي عندي دقيقة. لا مو هيكلة أستاذ عدنان، الدعوة إلى تنفيذ قانون الحشد الشعبي. تنفيذ القانون يحتاج إلى إعادة تنظيم وإعادة هيكلة لطبيعة الجسد. أنت تقول إعادة هيكلة مو الحشد الشعبي. طيب. القائمة حاليا. طيب خليني أسأل أستاذ إحسان، سألت أستاذ فادي عن حصر السلاح بيد الدولة اللي ركز عليها أستاذ السيد الكاظمي، من أين ينطلق؟ الأمر صعب جدا مثل ما ذكر أستاذ فادي. أستاذ إحسان تفضل. صحيح، أتفق مع أستاذ فادي أن الأمر معقد بالنسبة للسيد الكاظمي. يعني عادل عبد المهدي الذي كان حليفا لهذه الفصائل وهي الركيزة الأساسية لحكمه لم تنفذ يعني حتى أوامره الديوانية، لذلك الكاظمي بحاجة إلى حوارات معمقة أولا مع الأجنحة السياسية لهذه الفصائل، ومن ثم الانتقال إلى الفصائل المسلحة. وإذا ما عجز الكاظمي داخليا فأنا أعتقد أنه يمكن فتح حوارات مع القوى صاحبة التأثير، هنا تحدث الدولية بالتحديد إيران، على هذه الفصائل. لكن فيما يبدو بأن خطوته باتجاه هيئة الحشد الشعبي محاولة رأب الصدع ما بين ألوية العتبات وأيضا بقية الفصائل هي خطوة للتهدئة، وأيضا الذهاب باتجاه كشف باختصار حقيقة شديد. التحديات أنت القادمة. تريد تقول للسيد الكاظمي إذا تريد تحصر السلاح بيد الدولة وروح فاوض إيران؟ أنا قلت أنه لا بد أن يبدأ داخليا، يعني وبعدها يروح دوليا داخليا إقليمي. أجنحة إذا ما فشل داخليا فأنا أتصور بأنه يمتلك مساحة هذه الفصائل المسلحة، لديها علاقات وثيقة مع إيران. شكرا دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، آسف للمقاطعة ما عنده وقت أكثر، وأيضا شكري موصول للقيادي في تيار الحكمة الأستاذ فادي الشمري. شكرا لمشاهدينا، نلتقي يوم غد.